صباح الخير، اليوم 23/2، محاضرة جديدة بمادة الـ Advanced Operation Management. راح أستعرض على حضراتكم الـ PowerPoint، راح يكون عن موضوع الـ Schedule. من يقدر يقول لي تعريف الـ Schedule شنو؟ شنو هو الـ Schedule؟ ترى هو عبارة عن جدول، الجدول نحط بيه المهمات مالتنا أو الغرض من عنده، إنه شنو نريد نسوي من البداية لحد النهاية خلال فترات معينة. اوكي، اذا انت اذا تعرفين هسه كانه الجدول اللي هو بمجموعة التاسك والاكتيفيتيز والاكشن، نعم دكتورة، ويكون بتايم بالضبط. تقريبا وصلنا، لكن اليوم راح ناخذ تفاصيل شوية اكثر. بتاكدوا اذا يوصل عندكم الشكل مال باوربوينت. ظاهر عندكم؟ نعم واضح. واضح. اوكي، الامور المهمه اللي راح تناقشها اليوم عن السكيدجول بيها بعض التفاصيل. كون السكيدجول في حال انه عندنا اذا نكون استراتيجيه، فالسكيدجول واحده من النقاط اللي لازم ناخذها بنظر الاعتبار، بان تكون عندنا جدوله ذات كفاءة وفاعلية، يعني effective efficient، حتى تكون هذه الـ schedule كفؤة وذات فاعلية. لازم نلاحظ بأنه الـ schedule اللي دا رتبها بهذا الجدول اللي حضراتكم تعرفوه، لازم تكون من حيث التنقلات والـ movement تكون سريعة وبها مجموعة اختناقات. على سبيل أيضا لازم نذكر أنه الطاقات capacity أيضا تكون يعني هي محسوبة، طاقة محسوبة أنا عندي كنتيجة، بحيث أنا من أحصل من أو من رتب الثروبوت أو وقت الإنتاج يكون يوصل إلى الكاستمر بدون حصول أخير، وبالنتيجة تكون هذه السكيدجول هي المحرك أو اللي تقود العملية بشكل جيد وبانسيابية. إذن النقاط اللي لازم ألاحظها بالسكيدجول أنه السكيدجول لازم تكون بالنهاية عملية معتمدة قابلة على الاعتماد، ممكن أعتمد عليها. بموضوع السكيدجول أيضا من النقاط اللي لازم أتناقش وياكم بخصوصها، بأنه دائما هي عبارة عن تنظيم لوقت ووقت للعمليات. يعني أنا أشوف التاسك وأشوف البرايوريتي مالتها، لأنه هذه المهمة هي صح مهمة ولازم أنجزها، لكن أخذ تابع للبرايوريتي. يعني أنا أشوف هل أنه هذه المهام هل هي الأهم ثم المهم، حتى في حياتنا العملية السكيدجول مهم أيضا في ترتيب حياتنا وتنظيمها. حسب ما تذكر الأدبيات بأنه عرفت السكيدجول بأنه هي فورورد نوعين، فورورد وباكورد، والبرايورتي حتى أجي أشخص البرايورتي على حسب التاسك اللي أنا عندي، لازم أنا عندي شنو كريتيريا، محددات، مقيدات. إذن القرارات الخاصة بالجدولة
يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار على حسب كل حالة لكل منظمة. يعني مثلا يونيفرسيتي راح تاخذ طبعا هاي أمثلة موجودة أمامكم على حسب حالة المنظمة. لاحظ بأنه إذا كانت يونيفرسيتي فقرارتها راح تكون بخصوص الصفوف، الطلبة، جدولة على سبيل المثال الكورسات وإلى آخره من هذه التفاصيل. في حين لو أنه كان هوسبيتال راح يلاحظ أنه الدكتور اللي دي جدول الأمور الخاصة بالهوسبيتال راح تكون أكثر شيء خاصة بالبيشنت وكيفية إدارة العملية من حيث الأمان، من حيث صيانة المعدات، من حيث الستاف ووجوده. هاي بالنسبة للهوسبيتال. إذن السكيدجول هو عبارة عن ديسيجن، عبارة عن قرار. أول شيء يعني معناها لازم يتوفر تايمينج، ترتيب للترن تايم. والنقطة الثانية أنا عندي برايورتي، والنقطة الثالثة اللي عرفتها هسه بأنه هو اتخاذ قرار، اتخاذ قرار. ومثل ما مبين بالأمثلة بأنه اتخاذ القرار راح يختلف من منظمة إلى منظمة أخرى. يعني راح نشوف إحنا هنا بأنه منظمات اللي هي قائمة على الإنتاج إلها سكيدجول، والقائمة على الخدمة إلها ترتيب أيضاً ضمن السكيدجول. يعني كل الحالتين موجودة، سواء كان إنتاج أو كان تقديم خدمة. إذا أريد أن نعرف الكريتيريا الخاصة بالسكيدجول، دائماً الكريتيريا يعني شنو معناها؟ معناها أنه السكيدجول حتى يتحقق لازم هالأربع نقاط بحد أقل تكون مترتبة. يعني السكيدجول لازم دائماً شو يسوي لي؟ مينيموم عندي يعني يقلل لي او مينيمايز منو الورك ان بروسيس. مثلا اذا كان بالخزين، ورك ان بروسيس للخزين دبليو اي بي، اذا هذه من مهام السكيدجول. السكيدجول التايم اللي هو الويت تايم للكاستمر، النقطة الرابعة. لاحظ انه لازم يقلل لي اقل ما يمكن. إذن هذه من مهام السكيدجول. النقاط الأربع اللي أمامكم، الفائدة مثلا، النقطة الثانية ماكسمايز اليوتيلايزيشن، المنفعة لازم تكون أعلى ما يمكن، منفعة من الموقع. أيضا هذه من يحقق ليها السكيدجول. النقاط الأربع اللي أمامكم هي الحد الأدنى لفوائد أو محددات الكريتيريا مال السكيدجولينج. إذن optimize the resource, use of resource، لابد أنه من أجل أنا عملية scheduling تحقق، وإلا شنو فايدة schedule؟ لازم تكون أكبر ما يمكن من utilization، أقل ما يمكن من waiting time. تلاحظ شلون؟ هي هاي بعضها، هاي أربع من عدها يعني من الكريتيريا الخاصة بالscheduling. الشكل هذا معناها أنه scheduling هي عبارة عن السيطرة على منو؟ على البروسيسز. يعني scheduling إذا أنا عندي order، وهذا الorder يعني بعد ما أسيطر على هذا الorder من حيث أنه أعرف الأدوات وأعرف الماتيريال اللي راح تدخل. لحظة بس، ثواني، أكو طلب دخول. اوكي، نرجع على السكيدجول بروسيس. هو هنا عندنا من حيث انه بروسيس، لاحظ بانه لفظ انه انا عندي فد اوردر، وهذا الاوردر له فد طاقه معينه او كاباسيتي معينه. فهذا الاوردر حتى احققه يحتاج الى تول، يحتاج الى توفير ماتيريال قبل ما ابدا اني بهذا الاوردر. فافهم انه اكو تاريخ يجب ان أوصل هذا الأوردر، ويحتاج أن أخصص له جوب. أجي أشيك التقدم الحاصل بالجوب هذا، حتى يعني شنو الطبيعة بالنهاية أتممها، أشوف تقدم العمل شلون دي يصير.
دائما أنا يكون عندي فيدباك، دائما أسأل ها وين وصلت أني بهذا الأوردر، حتى شنو أنا عندي، صار عندي فت صورة يعني كفوءة أو يعني ذات فائدة بإحصائيتي أني من خلال تتابعي للوقت أثناء جريان الوقت. إذن السكيدجولينج هو بروسيس يتركز على أنه أركز على إتمام العملية لهذه الأوردر. هذا فد مثال من الأمثلة اللي ممكن تخليها في بالك. لو أنه نجري عملية بلانينج، والبلان هذا كان مثلا لفايلات معينة، فتلاحظ بأنه حتى نجري بلان أنه سكيدجولينج، نسوي سكيدجولينج لفايلات معينة، طبعا أنا عندي محتويات معلومات أنا أحتاجها، وهذه المعلومات اللي أنا أحتاجها تحتاج تكون ذات انسيابية، يعني مو مثلا لفترة معينة ومحددة وتوقفت هاي المعلومة عن شيء معين. إذا دا أخطط أنه أحتفظ بفايلات ويكون عندي يعني عملية جريان للبلانينج وأسيطر عليها، فممكن أنه تكون بالطريقة الآتية: أولا أنه أجري عملية خطط لهذه الفايلات ووجودها، هذا يحتاج من عندي متابعة كل كومبوننت خاص بالإنفورميشن، أباوع أنه دا يجري أنا عندي فلو بيها انسيابية بجريان المعلومة، أباوع مثلا أنه هذه المعلومة خاصة مثلا كانت عن ورك سنتر معين، ف يجي هذا تجي هذه المعلومات ومحتوياتها بشكل كما هو مخطط إليه، وأجري عملية شنو السيطرة على هذه الفايلات. عملية السيطرة على هذه الفايلات معناها شنو؟ معناها فعليا هي موجودة وضمن الخطة، فعليا موجودة وهي ضمن الخطة. إذا عندي جوب معينة بدي أسوي عملية تحميل إلها، بعد ما خصصت هذه الجوبز وعرفت تكاليفها وعرفت مثلا الأوقات اللي ممكن تكون بها احتمال تكون متأخرة، أو طبعا لازم تكون أقل ما يمكن، أجي هذه الجوب اللي أنا دا أفكر أنه دا أجري دا أسويها تأخذ لي فش شكلين. ممكن أنه أعرف شنو هي الطاقة اللي عندي وأجي أبرمج هاي الجوبز على أساسها، أو أنه لا من البداية أنا يعني لأنه ما أعرف الطاقة هذه ممكن تكفي أو لا، فأجي أسوي assigning أخصص هاي الجوبز للورك سنتر المعين. إذا أنا عندي أكو طريقتين، أكو طريقة أنه أنا ضامنة الكباسيتي تكفي، وأكو طريقة ثانية لا راح أجي أخصص حتى شنو، حتى أحاول أنه تكون هاي الجوبز كافية للأداء ضمن السكيدجول. انا هذا كل كلامي يتجه نحو السكيدجول، شلون اجي ابرمج، لان يعني حتى تكون برمجتي او جدولتي، احنا نقول جدوله، جدولتي تكون صحيحه، جدولتي تكون صحيحه. فاذا اريد يجي حاله اذا جدول انا في سلسله عمليات، ايش راح اسوي؟ راح اسيطر على الانبوت والاوتبوت، دائما اجري نحو سيطره عن الانبوت والاوتبوت كنترول. يعني اجي مثلا اجي احدد اول شيء لازم اعين او اشخص شنو هي الشروط اللي انا متوفره لها او لازم التزم بيها. النقطه الثانيه شنو هي الاكشنز اللي هي خاصه اللي ممكن تسبب لي بعدين في نوع من المعوقات ولازم احلها اذا اجريت عمليه السكيدجولينج. النقطة الثالثة لازم دائما أجري بعملية متابعة الصيانة وأشوف أنه عملية السيطرة على هذه الدفعات الخاصة بهالسكيدجولينج دائما أتابعها. من خلال متابعتي للإنبوت والأوتبوت عملية سيطرتي لها، فبيجي حالة أنا صار عندي عملية ترتيب للجدولة. ممكن استخدم واحدة من الادوات المساعده في ترتيبي للجدول؟ نعم، اكو عده تولز، منها الجين تشارت. الجين تشارت مو شيء غريب عليكم، انتم ماخذين
يجوز في مادة أخرى، لكن هنا راح ناخذ شيء من التفصيل، وهو بأنه أسوي عملية تشارت، أرسم كارت، وهذا التشارت هو عبارة عن اللود اللي موجود لكل تاسك من التاسكات، ومحددة أنا بيها التايم، وتمثل لي مثلا كل لود يمثل لي ديبارتمنت، أو مثلا في ماشين معين، كمبيوتر، بروجرامر. بعدها أبدي أستعرضها بحيث أنه كل وحدة أخصص عليها التايم المطلوب منها واللي تحتاجها. وهذه عبارة عن كارت يستعرض الجوبز والبروجرس والعفو البروسيسز مالتها، وكل الجين شارتس اللي احنا يعني نسويها. الغرض من عندها بانه انا احتاج انه دائما اعرف التحديثات اللي تحصل بشكل متتابع للعمليات اللي دا اجريها. يعني خلينا ناخذ لنا فد مثال على جين شارت. لاحظ هذا في جين شارت لود الاكزامبل في الجدول. هذا الجدول يقول لي انه انا عندي هذه الفقرات او الورك سنتر، ورك سنتر هذا الاول، ورك سنتر الثاني، الثالث، الرابع، وعندي ايام. الايام هذه الاحد، سبت، احد، اثنين، ثلاثة، لغاية الجمعة. واجي اقسم اقول بيوم الموندي انا عندي السنتر هذا او القسم هذا عند الجوب، والجوب انا مرقمته الرقم 349. أنا على صفحة عندي تفاصيل الجوب 349 شنو هو. طيب اليوم اللي وراه تويزداي ما عندي من حيث هذا الورك سنتر، يعني هذا ورك سنتر تويزداي ما عنده، فمؤشر باللون البنفسجي بشكل فيه. ونزداي طبعا هذا الرمز معناها انه شنو، السنتر not available، سنتر نوت افيلبل. يعني هذا حتى لو انا جتني جوب بهذا اليوم ما راح اقدر ايضا استلمه، ليش؟ لانه الجوب ما موجود، العفو السنتر ما موجود. ممكن يكون هذه عطلة السنتر على سبيل المثال، لكن بالوينزداي اني انا ما محجوز عندي مكان. اذا انا بروسيسنج ممكن اخلي فد جوب يؤدى بالوينزداي للمركز او السنتر او الورك سنتر الاول. تلاحظ بأنه أنا سكيدجول، يعني ما خالين إحنا بالجدول أي تفاصيل أو أي حجوزات. هذا رمز بالبرتقالي اللي هو الأن سكيدجول، يعني ما خالين بالجدول شيء، ممكن نخلي هنا أنا بالجدول شيء. هنا عندنا فراغ يعني بروسيسنج، ممكن هنا يشتغلون لكن ما عندهم جوب، لكن هنا أنا لا، هنا عندنا أيضا ما مخطط لهم أنه يشتغلون، لأنه ما في ترتيبهم في جوب معين وممكن يستلموها. التفاصيل هذا يسموه الجانت لود، جانت لود يعني إجراء جدول بشكل تشارت لمجموعة البروسيسنج والأنسكيدجولد والسنتر هل هو available or not available في جدول مرتب، بحيث يترتب على حسب اليوم، على حسب اليوم. ممكن يكون أنا هذا مثال الأول، مثال اللي حنطيك إياه شفهيا، ممكن يكون الجين لود أيضا ضمن اليوم الواحد ممكن يستلم تو جوبز، إذا ما راح يكون عندنا تفاصيل ساعات على حسب الساعة. يعني مثلا نقسم الماندي إلى 8 ساعات، ونشوف خلال 8 ساعات أيضا شنو هو اللود اللي ممكن يستلمه هذا السنتر. إذا أكو تفاصيل أخرى في حالة إنه كان الماندي يستلم أكثر من جوب واحدة. إذا أكو سؤال، شيء ما واضح لي هسه؟ تمام، أفرض أنه لحد هسه ماكو سؤال، في انتظار أي سؤال آخر. بعد ترتيبنا أو خلينا نقول المثال اللي وضحنا لكم إياه البسيط عن الجين شارت، شوفوا خلينا ناخذ example
انه كيف راح اخلي اني الستارت بوينت، الستارت اكتيفيتي والاند اكتيفيتي من عندي اني جوب اي بي وسي، جوب اي بي وسي، والثمان ايام القادمة راح اجي ارتب الترتيب الاتي. لاحظ بانه الرمز هذا الاولاني اللي هو على يعني على حد علمي انتم ماخذين هيك مثال في موضوع البروجكت مانجمنت، لكن ما يخالف خلينا نشرح هنا بالتفصيل. انه انا عندي هنا ستارت بوينت اللي هي اذا عندي فد اكتيفيتي معينه وهذه الاكتيفيتي لها ستارت تبدا بهذا الشكل، وعندي اند اكتيفيتي، اند اكتيفيتي، وما بين الستارت والاند اذا هو هذا سكيدجولد وهو allowed. ولما يجري العمل او من يبدا العمل الفعلي وحتى اشوف البروجرس الخاص بالاكتوال وورك، لازم اخلي هذه المربعات وامليها بلون معين. مثلا هنا اخترنا اللون البنفسجي في حالة انه اذا كان اكو وقت اجريت عملية صيانة مثلا على سبيل المثال، او ترتيب او شكل من اشكال خلينا نقول تنظيف او تزييد أو مثلا تحميل الماكينة ببرامجيات، أو يعني شوي شافي أنت هو يسمون non production time، يكون باللون البنفسجي الفاتح، باللون البنفسجي الفاتح. هنا عندك non production time، هو time محسوب عليك لكن هو كان غير منتج، كان في شكل من الأشكال اللي تحتاجها بأنه التايم كان بي اوتبوت، لكن الاوتبوت هذا كان مثلا صيانة، تحميل سوفت وير، تحميل انتي فيروس للكمبيوتر مالتك، على سبيل المثال ابلودينج لملفات معينة، صيانة للسيكيورتي للنظام. فهذا يكون خلينا نسمي احنا المينتينس حاليا اللي هو الصيانة، أو هو بالحقيقة يدرج ضمن الـ non-production time. والبوينت اللي أنا أحتاجه حتى أعرفها، حتى أعرضها مثلاً أنا أشوف باليوم الخامس وين وصلنا بالضبط، أبدي أقول أنا هنا اليوم، إحنا اليوم الخامس من الشغل. إذا اليوم الخامس من الشغل اللي هو now، راح أبدي أجر خط وأشوف بالضبط أنا هسه بعد الظهر من اليوم الخامس أنقل هذا الخط، وراح أعرف إنه مدى البروغرس اللي أنا وصلت له. إذا أنا منتهية من الجوب الأول والثاني ومسوية مينتينس، وبالنسبة للجوب الثاني الثالثة أنا مكملة الثلثين الأول من الجوب، بعد لي باقي لي حتى أكمل أنا عندي ممكن لغاية اليوم السابع، بداية اليوم السابع هذه الجوب ممكن تكمل. طيب إذا هذه الطريقة الأولى أو الطول الأولى استخدمناها وقدرنا نعرف أو نبرمج أو نسوي في السكيدجول باستخدام يسموه الجين كارت. الجين كارت أعطيها طريقة حلوة مرتبة، ولا سيما إنه إذا أنت عندك فريق عمل تشتغل في برمجة نظام معين، تخلي أنت في شخص يرتب هذا ال بارت أمامكم بموقع العمل، وتبدأون أنتم كمبرمجين تخلون البوكس مالتكم، والبروجرس مال الجوب أيضا يترتب أمام العين، بحيث أنت دائما أكو من يذكرك اللي هو هذا الشارت عن مدى تقدمك في العمل، عن مدى تقدمك في العمل. خذ مثال آخر لطول أخرى يسموه الأسايمنت ميثود. الطريقة الثانية بالأسايمنت ميثود حتى أجي أسوي سكيدجول، شو تسوي هي هاي الطريقة؟ أنه بأحد فد كلاس وأستخدم طريقة البرمجة الخطية أو نماذج البرمجة الخطية حتى أحدد أو أسوي أساين للتاسك أو الجوب
بالنسبة للموارد اللي عندي، أو اللي خلينا نقول الريسورسز اللي عندي، الموارد اللي عندي راح أجي عملية تخصيص إلها على حسب المتوفر من التاسك. طيب إذا أنا هدفي من هذه الطريقة الثانية بأنه أنا أحصل على مينيموم كوست أو مينيموم تايم، لأنه هاي دائما التايم من يكون قليل، الكوست من يكون قليل، أوكي راح يكون أنا عندي حققت اوبجكتيف مهم وهو زيادة الربحية عندي. طيب النقطة الثالثة بهاي الطريقة انه راح اشترط بانه الجوب او هو هذا الوركر او البروجرامر اللي عندي، يعني هو راح يشتغل على كمبيوتر واحد او على بروجكت وحده او على نافذة وحده يصممها. اذا انا عندي تيمات مثلا في التصميم حاليا في مراحل معينة، يعني انا هسه هاي الطريقة تفترض انه عندي الوان ماشين او الوان كمبيوتر للبروجكت الواحد يشتغل، ما هي شغلة انا اكثر من شغلة شغلتين او ثلاثة. طبعا هاي وحدة ايضا من مبادئ الاجايل. اوكي من أنا عندي سبرنت، وبالسبرنت عندي أنا أحدد وأخصص وأسوي لوكيشن. نيجي على تفاصيل هذه الأسايمنت ميثود. تلاحظ بأنه الأسايمنت ميثود هنا، إذا ناخذ فد مثال، مثال هذا بأنه أنا عندي 3 جوبس أرقامها R 34 S 66 و T 50. طبعا هي مفروض انه A و B و C هم الاشخاص او خلينا نقول المكائن اللي ممكن تجرى عليها، وهذه فد نوع من التكاليف اللي ممكن انه يعني هذا هو جدول، هو table of costs يعني or time، يعني اما هذه تفرض انه هي تكاليف حاليا اللي موجوده علامه ال S دولار، وريد تعرف نوصل احنا ايهم امثل ايهم الامثل. فالاساس وهو بانه دائما اسوي عملية تصفير للجدول هذا، اجي اصفر. يعني هنا أنا بالاسايمنت ميثود يسوي في شيء يسموه كرييت زيرو اوبورتونيتي للكوست، انه خلينا نفرض انه ما عندي اني كوست نهائيا. طيب شلون احقق هذه الطريقه؟ دائما اجي اصفر بانه انقص من مره انقص من الكولوم ومره انقص من الرو. خلينا نشوف يعني شلون. يعني انا عندي هسه هاي الجوبز مؤديه من اي بي سي وبهالتكاليف هذه. طيب ناخذ الستيب اللي هو الرو اول شيء. برا أني عندي أباوع القيم، أشوف القيمة اللي هي أدنى قيمة متوفرة بهذا الجدول. وقت كانت لما كانت هي جوب آر 34 بقيمة 6 دولارات، الجوب هذه تؤدى من سي، لأن القيمة سي اللي هي 6 هي أقل قيمة. القيمة أقل من عندها حاليا لا متوفرة على الأقل. فبيجي حالة راح يصير انه نجي على الرو. احنا عندنا الرو هسه حاليا، اوكي بالرو انا عندي 6 نقص 18 رو على السك على مستوى الرو. داعش ناقصا 6 عندي 5، 14 ناقص 6 عندي 8، و6 ناقص 6 تصير 0. تلاحظ هذه هنا أنا القيم 5 8 0. نيجي إلى الجواب اللي هي A66، تلاحظ أن هاي القيم أكو أقل قيمة من 8 ما عندي أقل من 8، فراح أنقص 8 ناقص 8 0، 10 ناقص 8 2، أنا دا أقرأ هاي القيم من جدتي، و11 ناقص 8 3. أوكي أرجع على الثالث اللي هو 50، 9 12 7 أقل قيمة أنا عندي هي 7، فأجي 9 ناقص 7 2،
12 ناقص 7 5 و7 ناقص 7 0. لاحظ من جد أنا طبقت هاي العملية، أكو عندي ظهرت قيم صفرية، إذا أنا ممكن أنه أوصل إلى حالة أنه الكلفة ممكن تكون صفر بهذه الطريقة، بطريقة الرو. أرجع نفس الطريقة بس بالكولوم، أرجع نفس الطريقة، هنا الرو هنا الكولوم. حيث عندي قيم تظهر بالكولوم، أيضا ناخذ أقل القيم ونبدأ ننقصها ونشوف وين تتوفر عندي الصفر، قيمة الصفر. بعد ما أجريت الرو والكولوم، بعد ما أجريت هالخطوة، أريد أشوف أقل قيمة اللي هي أنا عندي رقم هنا، أنا عندي 2. طبعا هو هذا يحكي عن إنه عملية قاطع، ليش قاطعنا إحنا هذه القيمتين؟ لأنه لو تلاحظ الجدول اللي قبلها إنه وصلنا إلى حالة بأنه توفر عندي قيمة اللي هي قيمة واحدة والباقي كلها صفر، كانت من تقاطع الكولوم A66 مع C. بهالشكل هذا معناها إنه حتى أجي أحتسب القيم اللي هي قدرها، طبعا هاي قاعدة لأنه لازم تكون القدر 3 أصفار، لازم أن تكون عندي قيم النهائية للجدول بأنه أحصل على القدر دائما يكون يحوي على 3 أصفار. زين، ف الجوبز اللي عندي حصلت على 3 أصفار هي الآتي، اللي هي لما كانت الـ R 34 للتخصيص C، والـ SS 66 الجوب لما كان B للـ B، والـ T 50 كان صفر. أرجع أعوض هاي القيم القطرية بعد ما صفرت، طبعا بعد ما أجريت عملية تصفير إلها بالجدول الأولاني. يعني الجدول الأولاني كان عندي بأنه كانت هذه كلفة سي هي 6، وكلفة بي هي 10، وكلفة أي هي 9. راح نستنتج من هذا أنه ممكن أنه أحسب أنه المينيموم كوست عملية تخصيص لهذه الجوب هي حاصل جمع 6 دولارات و10 دولارات و9 دولارات، فتكون 25 دولار، اللي هي القيم القطرية الصفرية من الجدول أو التيبل اللي ذكرنا لكم إياها هسه. هاي الطريقة الثانية اللي هي طريقة الأسايمنت. الطريقة عادي، ما انا بقيت بدون كل ما بقيت كم قطعة انا، لا مو كل شيء، بقيت كم قطعة انا. اي والله صحيح، الله يعينكم. ما بقي كم قطعة؟ منو بقى كم قطعة؟ ايمان عيف الريوق هسه، ما ادري الظاهر بس بالتسجيل بعدها. هي يا بنتي عوف الريوق هسه. نرجع الى طريقة ثالثة، طريقة ايضا سهلة، وطلع لي نسبة ratio. إذا كان عندي الطريقة الأولى عدة طرق، إحنا نعطيكم إياها. طريقة الجينت ممكن تستخدمها، طريقة الأسايمنت ممكن أنت تحسب المينيموم كوست، ونجي أكو طريقة أيضا ممكن تحسب نسب. النسب هذه أو الكريتيريا ratio سي ار، إذا أنا عندي وقت متبقي للعمل وعندي الوقت الكلي الخاص بالعمل، إذا خليت لنسبة مئوية واحدة، يعني نسبة مئوية خليت time remaining على ال work days، فراح يظهر عندي سي ار. إذا time remaining أنا شو أدرج أحسبه؟ أحسبه أني الوقت اللي هو الديو ديت،
واستقطع من الديت ديت، شوف أنا كم يوم مخصصت لهذا الجوب، وكمقام بالورك ديز ريمايندينج هو عبارة عن شنو؟ عن الورك ليد تايم ريمايندينج. ناخذ فد مثال تطبيقي ورقمي لهذه العملية. أنا عندي كان 3 جوبس A و B و C. هاي الجوبس أني الديو ديت مالتها خلينا نقول تستغرق 30 يوم، 28 يوم، 27 يوم. والأوقات المتبقية أو خلينا نقول ريمايندينج، خلينا نقول الأوقات المخصصة، الأوقات المحددة اللي هي 4 5 2. فإذا يسألني عن السي آر يقول لك في كريتيكال ريشيو ايش قد أنا وصلت هسه حاليا، فتلاحظ بأنه أنا عندي 4 من شنو؟ يعني أنا عندي نقص ال 25 يوم اللي هو وقت الحالي أنا قضيت 25 يوم، ف30 ناقص ال 25 على 4، وال 28 أيضا أنقصها من ال 25، ال 25 هي ال currently day اللي هي 25 يوم حاليا اللي هي matched أو past. فمن أقسمها على 4 وعلى 5 وعلى 2 اللي هي ال remaining work day، هتلاحظ تظهر لي نسب. أقلها نسبة، يعني نقول إحنا تاخذ نسبة أقل اللي يطلع عندي الكريتيريا ريشيو أنا عندي أقل هو اللي البرايورتي. أنا من أنا من أجري حساباتي راح أقول البي الأولوية، اللي أخلص الجوب بي أرجع بعدين أخلص الجوب سي وأبدأ بأي، وأبدأ بأي. يعني الأقل نسبة مئوية هي اللي إلها برايورتي أعلى. هاي الطريقة الثالثة حال توفرك هيج بيانات. إذا البيانات والإنفورميشن المتوفرة عندك هي اللي تفرض عليك استخدامك لتول معينة. اسألني أكو تولز أخرى؟ إيه نعم أكو تولز أخرى. أنا أعطيتك هسه 3 أنواع من التولز ممكن تستخدمها في إجراء سكيدجول بسيط. سكيدجول بسيط. السكيدجول اللي نحكي احنا عنه لمجموعة من الجوبز مثلا على تو ماشينز او تو كمبيوتر، هذه لازم تخضع لها فد طريقة. انا بس هنا دا اذكر لكم يعني معلومة، اللي يحب يستزيد من هذه الطريقة لازم يقرأ موضوع اسمه الجوند رول. وهاي إذا مثلا جواب لسؤالك، يعني إذا كان عندك سؤال وتسأل وتقول لي وإذا أنا عندي كمبيوترات 2 وعمال 2 وأريد أبرمجهم، وإذا كان عندي 3 وأريد أبرمجهم، هنا راح لازم تستخدم أنت الجونز رول، بأنه تأخذ المينيمايز دولار برودكشن تايم والإيديال تايم، وتجري عملية يعني اكتساب انه كيف يتم استغلال واجراء منفعه utilization لاستفاده او جدوله، يعني تحقيق الجدوله الامثل او حتى نقول الامثليه للجدوله المعده اللي هي نوع من النماذج. سؤال؟ هسأل سؤال، راح أسأل سؤال ويعني حترككم 5 دقائق لحتى تجاوبوني، تعتبرون هذا الجواب طبعا كويز كأنه. السؤال هو السكيدجول ايش قد التايمات؟ انا اذا عندي بلان ايش قد البلان هذا، خلينا نقول 3 اشهر، السكيدجول هذا كم عملية سكيدجول لازم اسوي من 3 اشهر؟ هذا السؤال أبي أسألكم إياه. الإجابة عندكم تكتبوها على شاشة الشات. دكتورة ممكن تعيدي السؤال؟ السؤال إذا أنا عندي بلان لثلاث أشهر، فالسكيدجول لازم يكون عندي إيش قد خلال هذا البلان قبل 3 أشهر؟
خمس دقائق راح يكون الإجابة، وضمن نافذة الشات. مدى أشوف أي إجابة بالشاشة الشات عموما، ما حد يدي بلصات؟ ها أوكي، ترى تقول 7 أيام. طيب بعد إجابة أخرى، واو دعاء، كوبي بيست، جود كوبي بيست. Okay, sure, you should complete what he what. Iman. Okay, for 90 days we then plan to start and finish during this. Okay. 8 ساعات عمل باليوم على الخط على مدى 4 أسابيع. محمد صباح. تمام، بس يعني هو الإجابة، خليني أجاوبكم. لو أكو أحد حيجاوب بعد، أكو أحد حيجاوب بعد ماما لو أجاوب. تمام، يعني هسه فرضتوا كلكم هسه تجاوبتوا، أسألكم سؤال، عرفتوا ايش قد الأوردر؟ دكتورة عرفتوا ايش قد الأوردر؟ قلتي 3 أشهر. اي انتوا الاوردر ما انا لكم ايش قد البلان مالتكم، يعني السكيدجول انتوا ايش راح ايش قد حتسوون
البلان 3 أشهر. الجواب مو هو أسبوعين، يعتمد على التحليل. أي يعتمد على التحليل. أنا بس حتى يعتمد على التحليل، أنا عندي معلومة أساسية ما أعرفها، وهي هو الأوردر مالتي شقد. يعني تحديد الوقت فكرة، اللازم هو أعطيكم فكرة. أنا هسه دا أقول لكم عندكم 3 أشهر، يلا سووا السكيدجول مال 3 أشهر. فأول سؤال تخطر تقول لي مثلا، هل انه نظام واحد راح نبرمج، نظامين عندنا للبرمجة مكلفين بيه، شنو التكليف اللي اني هسه لازم اسوي؟ طيب اذا اوكي، انا عندي الاوردر مالي، لازم اعرف شنو هو الاوردر، لازم حتى اني اسوي اجي ادخل في تفاصيل، انه ماذا اقوم باعداد خلال 3 أشهر بلان حتى أجي أسوي السكيدجول مال. فالإجابة مو إنه هي 7 أيام أسبوعين أو كذا، 7 أيام لشنو؟ مقدام 7 أيام لشنو؟ طيب تجي عبد الله أسبوعين لشنو؟ أوكي 8 ساعات عمل باليوم على الخطة، تمام لشنو؟ تلاحظون شنو هو؟ إذا السؤال هو كان بيه نوع من يعني شو نقول بيه فيكة، وهو إنه يجب إنه أعرف شنو هو الأوردر، شنو هو الجوب، شنو هو التاسك، شنو هو الأكتيفيتي، لحتى أو إيش قد عددهم من الأكتيفيتيز حتى أنا بخلال 3 أشهر أجرى عملية السكيدجول. تمام؟ أوكي. ناخذ فقط يعني، وهي ماذا لو إنه أنا عندي سكيدجول للسيرفيس أو ذا قارنها بالمانيفاكتشرينج. القطاعات الخدمية تلاحظ بأنه السكيدجول شوية تكون بها تختلف عن الإنتاجية. ليش؟ لأنه القطاع الخدمي يعني البرمجة ما من الصنع، عملية البرمجة إلها عملية جريانها تكون غير منظورة مثل ما المانيفاكتشرينج، شيء مادي وينتج عملية إنتاج بفت نتيجة معينة. أنا عندي بالقطاع الخدمي تلاحظ أنه لازم يكون أصلا هو الستاف، يعني أكو برمجة بالستاف، أكو عندنا خزين لازم دائما أتابعه. الخزين هذا ممكن يكون خزين عمل أو خزين يعني فد شيء، يعني خلينا نقول يختلف عن الانفنتوري المستخدم ب حالة المانيفاكتشرينج. السيرفيس تلاحظ اكو لازم يكون فليكسيبل اكثر، يعتمد على السوشيال بيهيفير، السوشيال المجتمع والبيهيفير، يعني السلوكيات الخاصة بالمجتمع مهمة اذا انا بالخدمة. يعني اعطيك فد مثال، على سبيل المثال خدمات رفع النفايات في المجتمع، هي خدمة تقدمها مثلا بلدية، تلاحظ ايش قد السكيدجول مالته بانه تجيك العرب لرفع النفايات كل احد، واذا جت احد وثلاثاء فانت يعني عملية الخدمة المقدمة تكون اكثر. طيب تشوف انت لازم انه الاستجابة لازم ايضا تكون من المجتمع، ويكون سلوكياتهم ايضا على نفس هذا المستوى من تقديمك للخدمة. اذا اكو فروقات واختلافات ما بين عملية إجراء الجدولة بالنسبة للقطاعات الخدمية، سواء كان مستشفيات، سواء كان يعني تظهر بها أكثر شيء الخدميات، هي قطاع الصحة، قطاع يعني خاصة بالمجتمع، اللي هي مثلا البلدية على سبيل المثال من الخدمات. إحنا التعليم أيضا نقدم خدمة، يعني مخرجاتنا تكون عبارة عن يعني تغذية تغذية لتعليم، تغذية وتعليم لعقول يعني الطلاب، أيضا هو خدمي. في حين الإنتاج اللي هي عملية تصنيع وإنتاج و
يكون بها برودكت بالنهاية كأوتبوت. لما نجي هنا عندنا نركز على نقطة السكيدجولينج سيرفيس، لاحظ أنه أيضا البنوك مشمولة بالكلام، أيضا هي تقدم خدمات، الإيرلاين أيضا ممكن تكون تقدم خدمات، فالأوبريشنز عادة تكون لازم تكون فليكسيبل، والوركرز يكونون موجودين ضمن السكيدجول لمدة 7 أيام وكل يوم 24 ساعة، خصوصا بهيجي مثلا هوسبيتال، احنا نحكي او الايرلاين. سمعت في يوم انه هوسبيتال عزل بساعة معينة؟ لا، ولا حتى الايرلاين. اذا اكو شفتات، اكو سكيدجول من حيث الوركرز ومن حيث الورك، حيث يبدأ العمل وينتهي 24 ساعة باليوم. اكو سؤال لحد الآن؟ ماكو سؤال؟ سؤال مؤسس الآني يسوي كل ذات؟